قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لعام 2021 بالإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة شهر رمضان المبارك برداً وسلاماً على هؤلاء الذين استوفوا شروط العفو وقضوا مدداً متباينة داخل السجون، ليفتح لهم القرار باب أمل لبداية حياة جديدة بعدما تعلموا داخل السجون ما يؤهلهم للاندماج في المجتمع. النهاردة يوم سعيد بالتأكيد، وأشكر القيادة السياسية على أنها يعني أدخلت البهجة في قلوب العاشورات النهاردة. أشهد مش لي أنا بس، أنا طبعا ما عنديش أي شك، وأنا عندي أمراض مزمنة وشديدة وخطيرة، ولما كانش في علاج كانت حصلت لي كوارث. على رأسها الرمض، أنا كان عندي مرض اسمه الالتهاب القزحي ممكن يضيع العين لو ما تعالجش كويس، فكان عندي أحسن دكاترة وعندي أحسن أجهزة. دي يهمني بعد العلاج طبعا والأكل الكتب، فكنت بقرأ كتب براحتي، وده ساعدني في تغيير أفكار كتير عندي. النهاردة بشكر سيادة رئيس الجمهورية، بقول له يا رئيس كمل، كلنا محتاجين لك، مش ستات مصر بس، مصر كلها محتاجة لك. ونظم قطاع السجون احتفالية بمنطقة سجون ترى للمفرج عنهم، البالغ عددهم 1686. فقد أسفرت اجتماعات اللجان المنعقدة لفحص ملفات نزلاء السجون لمعرفة من تنطبق عليهم شروط العفو عن الإفراج عن هذا العدد، الذي أكد على الرعاية الصحية والاجتماعية والتأهيلية والمعيشية المتميزة التي تلقوها داخل السجون. الرعاية الصحية هي كانت كويسة جدا، بالنسبة للزيارات كانت منتظمة وكويسة جدا، تمام، ومعاملة الأهالي كانت برضو كانت بشكل محترم. بشكر سيادة الرئيس على المبادرة الجميلة ديت، وإن شاء الله تكون بداية عهد جديد في الأيام اللي جاية. وطبعا الحمد لله احنا فرحانين يعني بالخروج، وربنا ربنا يكرمنا ان شاء الله في يعني ننخرط في المجتمع بصوره احسن من كده ان شاء الله. جينا اتفاجئنا بالليل، ندعوا علينا قالوا افراج، ما كناش عارفين، قالوا عفو. عفو ايه؟ قالوا عفو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا بنشكره جدا 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 على اللي عمله معانا، وان هو خرجنا لعيالنا ولبيوتنا ولاهالينا في الوقت ده وفي الشهر الكريم ده. الحمد لله رب العالمين، عمرنا ما هنفكر يعني شعورنا باللي احنا وصلنا له النهارده ده، وان هو طلعنا قبل ميعادنا، عمرنا ما هنفكر نرجع المكان ده تاني او في حاجه زي كده تاني خالص. ويعد الإفراج بالعفو والشرطي أحد أساليب السياسة العقابية التي تنتهجها وزارة الداخلية في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان والحرص على إعطاء الفرصة للمفرج عنهم لبداية حياة جديدة يندمج خلالها أعضاء صالحين في مجتمعهم. تسلم إيديك يا ريس، إنك أنت منحتني فرصة تانية إن أنا أرجع لحياتي وبيتي وشغلي ودنيتي وناسي. الحمد لله اتعلمنا حاجات كتير وتغيرت فينا حاجات كتير وتغيرت فينا في مفاهيم كتير، الحمد لله رب العالمين. وبنشكر ربنا ثم نشكر القيادة السياسية على رأسها السيد الرئيس، وربنا يجزيه خير عنا. ويعني مش عارفين صراحة شعور، يعني ما احناش عارفين نعبر عنه، شعور سعادة ومتناهي السعادة صراحة. تلك هي اللقطة الأهم في احتفالية العفو للمفرج عنهم، اجتياز أسوار السجن بسرعة مختلطة بالفرحة التي تعلو الوجوه مبتعدين عنه، في خطوة تفتح لهم أبواب حياة جديدة أتاحها لهم هذا القرار الجمهوري بالعفو عنهم، ليصبحوا مواطنين صالحين يستفيد منهم المجتمع.